السلام عليكم. نهار جديد، نهار الحد ما كاين حد، كاينين غير حنا دايرين الصداع. ان شاء الله هاد النهار عندنا واحد الخريجه ناضيه، غنمشيو مجموعين اكبر سد في المغرب وثاني اكبر سد في افريقيا من بعد السد اللي كان في مصر في نهر النيل. مشات لي السميه ديالو، مشات لي السميه والله ما عرفت تفكر نقول لكم. المهم انا نكتب لكم السميه ديالو. هاد السد هذا كان امر بالبناء ديالو الحسن الثاني باني السدود كما معروف عليه، سياسة ذكية اللي نقدت المغرب شحال من مرة من الجفاف. ان شاء الله غادي نهبطوا، ان شاء الله غنتلاقاو مع الدراري في فاس. كنا درنا مع السي مراد وصبحنا عس. السي مراد اش هاد الشيء؟ بقى نتسناوك حنايا ولا؟ ها؟ راه ساحة ديال الروطار، الله يهديك. ماشي معقولة، فيك الحق. المهم لطفي مول ام تي 07 راه تيتسنانا، وعماد مول الزيد من الساموراي. فاس حكم العالم، غنتلاقاو من تما وغنشدو الطريق مجموعين، غندوزو على سيدي حرازم ونطلعو في الطريق اللي غادا لتاونات. هو السد مكدوش على تاونات، تاونات كتولي على طريق بوحدة على اليمين، والسد طريق بوحدو عاوتاني على اليسار. الطريق صراحة الله ما عمري دزتها، واخا الخبرة ديالي في الطرقات وداكشي، ولكن ما عمري دزت ديك الطريق. تريب ديال براج الوحدة من أكثر لي غوتريب اللي جاو على غفلة، ما بروغرامي لا من قبل، ما حطينا تراجي ما والو، باش جاي باش داير. المهم هذا هو عماد الساموراي، بحالو بحال موطورو، عزيز عليه كولور نوار وما عندوش مع الروطار. بقالينا العنصر الثالث لطفي ام تي 07، عيطلي من قبل وقال لي بلي كيتسنانا اون فاس برج فاس، حتى هو عندو الكلمة هي الكلمة، مطار بما تحمله الكلمة من معنى. في هاد الأثناء الساعة وصلت للوحدة ونص، وليكيب ديالنا كملات يا ما إيدو كاوازاكي. وقت عطلنا شوية شي مشكل، كيبقى لينا غير نشدو الطريق على بركة الله. بيس. هاد اللحظات اللي كنا كنستمتعوا بالطريق وبالخضوريه اللي على اليمين وعلى اليسار وجماليه فصل الربيع، عماد بغى يتورك هاد اللحظه بشي ستوري، مي التليفون كان عنده راي اخر. قال له باي باي يا البطل، جاب الله ما دازش عليه واحد الكاميو زقلو. المهم وقفنا ارتاحينا شي شويه ونكملوا على بركه الله. فيق كاينه فيق هنا، قصاص الله مرحبا. نعم جايين من مكناس وفاس وغنمشيو ان شاء الله للبراج نضربو دويره ونرجعو حياتنا ديال الوحده.
الله يحفظك. الطريق مزيان هذه على تونات. صافي شكرا. هذه كطريق مزيانه. الله يحفظك شكرا. السينيالات ما عندكش اللور؟ السينيالات اللور ما عندكش؟ ما بينيش. تبارك الله هذيك اللي متي شراها دوبل فيو خسر عليها لي زاكسسوار البو بوحدو راه شي 5800 درهم بو كومبلي بلا لي نديرو موطور عرفتي ما فين يبان المرا تيقارنو تيقول بحال المرا فين يبان المرا هو شي جبد ولا شي تبعش انا ماشي حش الشمس كيف فراجل معاك واحد البلان خايب معروف تيوقع لي موطور هو شي مرات تدخل لك شي نحله في وسط الكاسك ولكن باش تدخل لك في وسط الجاكيت ما عمري ما شفت حتى لعند عماد هاد البلان وقع له حيت كان لابس ليغو من تحت الجاكيت وانا نورمال خصو يدير العكس ليغو يجيو من الفوق باش ما يلقاش الريح من يدخل ولا حيت لقاو اللحم ديالك حلو اخي عماد هانيه اخوان هكذا كنكونوا ان شاء الله وصلنا من بعد 220 كيلومتر مرورا بفاس شدينا طريق تاونات حتى العين عيشة بالضبط وكندورو على اليسار اخوان وقفنا ضربنا التصويرات مشى علينا الحال ما نعرفاش غنوصلوا في المغرب ولا لا داكشي معتي سير الله هذا هو سد الوحدة اكبر سد في المغرب المهم غنستمتعوا شي شويه بالمناظر ما بقناش الحال بزاف نشدوا الطريق ايوا في الريتور ما غنرجعوش على الطريق ديالنا رجعوا على الطريق ديال قريه باب محمد واخا الطريق ما عرفناش كيفاش غادي تكون ما عمرنا دزنا منها وما عندناش عليها شي فكره المهم هي تتبان قريبه باش الدراري يهبطوا بحالهم على فاس وانا غنشد الطريق بحالي من القريه غنمشي نيشان لمكناس غتجيني اقرب على انني رجعت لفاس ونعاود نطلع لمكناس